مبدئيا الف مبروك للفنانه الكبيره عبير صبري على الجائزه. ميرسي ربنا. يعني طبعا لازم برضو نقول الشياكه، بس يعني طبعا يعني هو الشياكه يعني. ميرسي ربنا يخليك، هو اللي اختار الفستان اصلا. لا يعني الله اكبر. اشتغل في الموديل بعدين. بالنسبه لك دير جاست سبيشال؟ اولا انا خدت جائزه من سنتين عن الطوفان، تمام، وخدتها هنا في دير جاست، وكنت سعيده جدا ومبسوطه بيها، لانه دير جاست ليها مصداقيه كبيره. انا شخصيا بحترم جوائزها وبصدقها، فاكيد مبسوطه ان انا ابقى مره تانية في اسمتي ونصيبك. لا جميل نصيبي واسمي. حضرتك بتشوفيني على اليوتيوب؟ طيب انا عملت ريفيو على نصيبي. أيوة واسمي. أيوة بتاع افلام. انا لسه واصل ل 120 الف دلوقتي، على بقى لي 5 شهور على اليوتيوب جبت 120 الف. فتحبي تقولي لي ايه؟ طيب اي حاجه. احب اقول لك مبروك وعقبال ال 120 الف التانيين يا رب. افضل فيلم عربي قريب لقلبك؟ قديم ولا جديد؟ اي حاجه. دعاء الكروان. افضل فيلم انجليش قريب من قلبك؟ محامي الشيطان الباتشينو. دبل ادفوكات. يا سلام. اسوأ فيلم عربي شفتيه؟ فيلم انا عملته اسمه فلاح في الكونجرس. افضل فيلم ليك انت؟ لا انا عملت افلام مهمه وحلوه كتير، بس افضل فيلم لسه ما جاش. ميرسي جدا لحضرتك.